نرحب بحضراتكم مرة تانية وفي متابعة للهجوم الروسي على أوكرانيا. معنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. ويعني بداية أحب أعرف من حضرتك، هل تعتقد أن الغرب فعل بالفعل كل ما في وسعه لاحتواء هذه الأزمة؟ صباح الخير أستاذة جمانة والكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن الغرب هو جزء من هذه الأزمة، وهو الذي أوصل الأمور إلى هذا المشهد الذي نراه اليوم، والذي سيكون تداعيات كبيرة حقيقية ليس فقط على أطراف الأزمة روسيا وأوكرانيا والغرب، بل على العالم كله في ظل جائحة كورونا وتداعيات اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي. وبالتالي لأن الحروب دائما تؤدي إلى الخسارة، تؤدي إلى الدمار، لا ليس فيها طرف كاسب أو طرف كل خاسر فيها حقيقة. الغرب عندما حاول وظل على سياسته في فكرة التصعيد واستفزاز القوى الروسية من خلال استخدام ورقة أوكرانيا للضغط على روسيا وتحجيمها في النظام الدولي، هنا روسيا أيضا في المقابل أبدت ما نسميه العين الحمراء أو يسمى الخطوط الحمراء، وبالتالي كان اتخذت خطوات تصعيدية بدءا من الاعتراف بجمهوريتي في شرق أوكرانيا لوغانيسك ودونيسك، وثم عقد محادثات عسكرية وإرسال قوات حفظ السلام. واليوم يفاجأ العالم صباحا بهجوم عسكري صاروخي على البنية التحتية العسكرية كما ترى روسيا في أوكرانيا وعلى مناطق متفرقة. أنا في اعتقادي أن الغرب الآن في مأزق شديد. أولا هو بين أمرين، إما لو أنه لو صمت ولم يتخذ موقفا حاسما تجاه روسيا سيبدو كأن الغرب منهزم وضعيف. هناك اعتبارات انتخابية تبدو أن أمام الرئيس بايدن وأنه متراخي تجاه روسيا. الناتو أيضا في اختبار حقيقي، واختبار القوة في الدفاع عن حلفائه أو الدفاع عن أمنه وعن أمن الدول الأوروبية وحلفائه، وبالتالي سيكون في مأزق. وفي المقابل إذا اتخذ موقفا تصعيديا آخر، سواء كان العقوبات او اي اعمال عسكريه من خلال دعم ربما الحكومه الاوكرانيه، سيدفع روسيا بالمقابل الى اتخاذ بعض الخطوات العسكريه، وبالتالي ندخل للسيناريو الاكثر صعوبه والسيناريو الاكثر يعني ربما يعني اكثر يعني تاثيرا سلبيا حقيقه، وهو ربما اندلاع مواجهه عسكريه شامله في اوكرانيا. الان روسيا تعرف ما تفعل، هي تريد أن دعم القوات في دونباس، إقليم دونباس شرق أوكرانيا، لأن هذا الإقليم أو الانفصاليون أو ما يسمونه الحكومة الأوكرانية المتمردون يسيطرون على 30% فقط من المساحة، وبالتالي هنا هذه المحاولة العسكرية تأتي لاستعارة ما يعني المدن تحت الجيش الأوكراني في هذا الإقليم، وبالتالي تمهيدا لربما انفصال هاتين الجمهوريتين. الغرب الآن ويتجه يحث كل الخيارات، الخطاب حتى الآن الصادر من الغرب من أوروبا من نيتو من أمريكا يؤكد على أن هناك رد حاسم، لكن أنا في اعتقادي الخيارات ستكون محدودة في التعامل مع روسيا، لأن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار وفق الفصل السابع هو مستبعد بسبب الفيتو الروسي. إذا الحل العسكري الآخر، الحل العسكري أيضا مستبعد لأنه يعني حرب كونية شاملة وحرب عالمية ثالثة بين روسيا وبين أوروبا. العقوبات الاقتصادية الغرب سيكون أكثر ضرر، ستضرر أيضا أكثر من روسيا في هذه العقوبات. يعني رأينا حتى مع بداية الأزمة ومع المتداعيات السريعة خلال الساعات الماضية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار، وبالتالي ارتفاع أسعار المحروقات في الغرب، وهذا سيؤدي تداعيات اجتماعية خطيرة في الدول الغربية. وبالتالي هنا الغرب هو ساهم منذ البداية في الوصول إلى هذه الحالة، ولم يساهم في حلها بشكل سلمي، وراهن دائما على الخطاب التصعيدي، خطاب العقوبات، التعامل مع روسيا ونوع من التحذير، وما ادى لتفاقم الامور ووصولها يعني المرحلة. وهي دكتور احمد الورقه التي لوح بها الغرب في البدايه وهي ورقه التهديدات والعقوبات الاقتصاديه، لكن لا شك أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على العالم تحديدا وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط. انعكاسات هذه الأزمة دكتور على منطقة الشرق الأوسط الذي يعاني بالأساس من عدد من يعني التحديات وعدد من الأزمات المتواجدة فيه. بالطبع هذه الأزمة أستاذ أحمد سيكون لها ارتدادات على العالم كله، ومنها منطقة الشرق الأوسط بالطبع، سواء ارتدادات او تداعيات استراتيجيه او اقتصاديه او سياسيه او امنيه. لا. يعني احنا نعرف ان الشرق الاوسط خلال الفتره الماضيه كان احد اتجاهات التنافس والتزاحم والتنازع ما بين امريكا وروسيا من ناحيه، وجدنا روسيا تزاحم امريكا في عديد من الملفات في الشرق الاوسط، في سوريا، في غيرها من المناطق،
بالتالي تحول هذه المنطقه الى ساحه اخرى ملتهبه من صراع النفوذ والربط بين الملفات وبين الازمه الاوكرانيه، وبالتالي سينعكس سلبا ايضا على كثير من الازمات والقضايا العربيه. هناك ايضا تداعيات اقتصاديه سيكون لها تاثير ايضا على امن الطاقه، الامن الغذائي، يكون لها تداعيات ايضا تاثيرات سلبيه. ربما يعني اذا كان ارتفاع اسعار النفط قد يفيد بعض دول المنطقه، لكن في المقابل ستؤدي هذا الارتفاع اسعار الغذاء عالميا، وبالتالي العالم العربي ايضا يستورد غذاء من الخارج، وبالتالي هناك تداعيات استراتيجيه وتداعيات سلبيه ستؤثر بالطبع على منطقه الشرق الاوسط. وانا في اعتقادي ان الدول المنطقه بشكل عام هي بتتخذ موقف محايد، يعني هي ليست ضمن هذا الاستقطاب وضمن هذا التنازع، هو تنازع غربي روسي على النظام الدولي. اوكرانيا استخدمت كورقه حقيقيه حقيقه في هذا الصراع، وتم تفعيلها ساحه للصراع ووصلت الامور لهذا الامور لهذا الحد يعني. طيب استاذ احمد، خليني اروح مع حضرتك لنقطه اخرى، والحقيقه انه هناك تقارب بين روسيا والصين، ويمكن قبل ساعات قليله الصين اكدت عدم نيتها فرض عقوبات على روسيا وتعلن رفضها لاي قيود احاديه الجانب. هل هذه الهجمات الروسيه على اوكرانيا احرجت الصين، او كيف ستتصرف الصين تجاه هذه الهجمات؟ يعني انا في اعتقادي ان الصين ربما تتلاقى مع روسيا في هدف مشترك رغم تباين المصالح والتوجهات بينهم. الهدف هو ما يعتبرونه رفض ووقف الهيمنه الامريكيه والتمدد الامريكي شرقا، سواء باتجاه روسيا عبر اوكرانيا او اتجاه الصين عبر تايوان. يعني تايوان والحل الاوكرانيه متقاربتان، وبالتالي حتى في اللقاء الذي عقد على هامش دور الالعاب الشتويه بين الرئيس بوتين والرئيس شي جي بين، تضامن الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي في الدفاع عن امن روسيا فيما يتعلق بالموقف من اوكرانيا، وبالتالي هنا الصين ترفض مفهوم التدخلات الغربيه، هذا الاحتكاك، هذا التمدد، اللعب بالنار على الحدود المباشره لكل من البلدين في روسيا في اوكرانيا او في تايوان في جانب الصين، وبالتالي هنا الصين ربما تتخذ موقف اقرب الى الموقف الروسي الداعم لوقف هذا التمدد، وتعمل بحذر يعني باعتبار يعني اي هجوم عسكري، وطبعا سيرفضه الكثير من الدول، لكن على الاقل الصين هي ترفض هذا النهج الغربي في الابتزاز في الاحتكاك المباشر في تهديد الامن. هل تعتقد يا فندم انه يعني حسب طبعا وجهه نظر حضرتك اننا ربما نشهد سوق مالي صيني روسي منفصل وموحد، وهل هذه النقطه من دورها انها تستفز الغرب ام انها يمكن ان تكون ورقه ضغط رابحه لروسيا والصين؟ يعني المعركه استاذ يومانا الكبرى عشان حتى نفهم سياق هذا التفاعل كله، هي معركه على النظام الدولي. أمريكا تريد الهيمنة والنظام الأحادي القطبية الذي ساد منذ التسعينات، وبالتالي تسعى إلى رفض أي صعود صيني أو روسي في النظام الدولي. في المقابل روسيا والصين يعني تمتلكان القوى الشاملة، الصين قوة عسكرية، قوة اقتصادية، سنة اقتصاد، وتتقاربان لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب يكون للدولتين القوة فيه مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا جوهر الصراع. وهنا ولذلك هنا أمريكا تستخدم سلاح العقوبات، النظام الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية، استبعاد روسيا من نظام التمويل التحويلات الدولية نظام سويفت أو نظام المصرف العالمي أيضا، لكن الصين قبل ذلك حاولت أن تنخلع من الدولار، لكن على الأقل روسيا والصين الآن يشكلان ما يسمى تحالف أو يعني تقارب أو جبهة لإقامة نظام دولي تعدد الأقطاب يكون الدولتان متقاربان فيه، لكن أي حد سيكونان قادران على مواجهة الهيمنة والنفوذ الاقتصادي الأمريكي، أعتقد أيضا هذا سيواجه بصعوبات بسبب الشراكات الاقتصادية الكبيرة بين الصين وأمريكا أكثر من 600 مليار دولار، ورغم أن العلاقة بين الصين وروسيا علاقات اقتصادية يعني ضعيفة ليست بنفس القوة بين الصين وأوروبا مثلا أو الصين وأمريكا، وبالتالي هنا تكون خلط من الأوراق. الصين تحاول الآن أن تحقق على الأقل توازن ما بين دعمها السياسي والاستراتيجي لروسيا وما بين مصالحها الاقتصادية في التعامل مع أوروبا ومع الغرب، وهذا ربما هي الإشكالية التي ستدفع الصين على الأقل إلى اتخاذ مواقف حذرة من هذه التطورات. نعم دكتور أحمد، يعني هناك حديث بأن اجتماع لرئيس بيلاروسيا لوكاشينكو مع قادة الجيش في وقت يعني أعلنت فيه أوكرانيا بأن الهجمات التي نفذت عليها كانت من روسيا وبيلاروسيا تحديدا، هل هناك بداية تنسيق وتعاون ما بين روسيا وبيلاروسيا كحليف استراتيجي لروسيا لبداية عملية عسكرية جديدة بالتعاون مع روسيا وبيلاروسيا؟
استاذ احمد، معروف ان بيلاروسيا هي حليف قوي جدا لروسيا، يعني حتى في الايام الماضيه اجرت روسيا مناورات عسكريه في بيلاروسيا وحشدت قوات على الحدود الاوكرانيه باتجاه في الشمال من جهه بيلاروسيا. يعني لا نقول ان هناك ما يسمى القناعه في العقل الروسي، القناعه في النخبه الروسيه ان بيلاروسيا وروسيا واوكرانيا هم يعتبرون انه شعب واحد ودوله واحده، وان مع انتهاء الاتحاد السوفيتي تم تقسيم هذه الدول وتم يعني اقتطاع اوكرانيا وبيلاروسيا من ما نسميه القوميه الروسيه او الاتحاد الروسي الكبير. لكن على الاقل روسيا الان تستخدم الجبهه البيلاروسيه للاستعداد لاي تصعيد عسكري، بمعنى اذا ما تمادى الجيش الاوكراني او دخل الغرب على خط المواجهه العسكريه او دخلت مواجهه، هنا ستدخل بيلاروسيا احد الجبهات او الانطلاقات للقوات الروسيه في تطويق الجانب الاوكراني، لان روسيا هي بيلاروسيا دائما اتخذت من البدايه. دكتور احمد، يعني في تصريحات وحديث للجانب الروسي اعلن فيها تدمير البنيه التحتيه العسكريه للقوات الجويه الاوكرانيه، ونتابع الان على الشاشه منطقة محيطة لمنطقة عسكرية في أوكرانيا تم استهدافها بالفعل، وهو ما يؤكد مطار عسكري أوكراني، وهو ما يؤكد تصريحات الجانب الروسي بأنه يقوم باستهداف المناطق العسكرية بأوكرانيا فقط. نعم، ومرة تانية فندم نؤكد على هذا التصريح أن وزارة الدفاع الروسية أو الدفاع الروسي يستهدف البنية التحتية العسكرية ومواقع عسكرية في أوكرانيا وليس المدن، زي ما شايفين على الشاشة مع حضراتكم ده استهداف لمطار عسكري في أوكرانيا. طيب دكتور أحمد، يعني زي ما احنا شايفين مع حضرتك الدفاع الروسي يقول أنه يستهدف البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا وليس المدن، ومن ناحية أخرى كمان أوكرانيا تقول أنه لا داعي للذعر. يعني ما يحدث استاذ جمانة حتى الان منذ الصباح حتى الان هو عمليات نوعيه عسكريه، يعني اهداف بنك معلومات محدد الدقه يستهدف البنيه العسكريه التحتيه الاوكرانيه. يعني روسيا تقول انها تستهدف ما تعتبره ما تسميه مخازن الاسلحه المتطوره التي قامت امريكا والغرب بتزويدها لاوكرانيا، هذا ما يحدث حتى الان، ولذلك الاهداف متفرقه في انحاء مختلفه سواء في العاصمه او في شرق اوكرانيا او في مدن مختلفه من اوكرانيا، تستهدف حالا من احداث من الشلل والقدره على التحرك للجيش الاوكراني للتحرك العسكري تجاه سواء في شرق اوكرانيا او تجاه اي ربما اتجاه اي يعني قوات روسيه، وبالتالي هنا هي عمليات نوعيه دقيقه تستهدف يعني وقف حاله تامه لقدرات هذا الجيش. حتى الرئيس بوتين في المؤتمر الصحفي دعا الجنود الاوكرانيين الى يعني الجلوس في البيت، ويعني انها يعني لا يريد اراقه الدماء، وبالتالي هي محاوله يعني لتنازع اوكرانيا من قدراتها العسكريه المتطوره التي نؤكد عليها زودها بها حلف الناتو، وتعتبرها روسيا ان وجود هذه القدرات العسكريه الصواريخ البالستيه او حتى صواريخ يعني أو اسلحه متطوره دفاعيه تمثل تهديدا للجانب الروسي، وبالتالي هنا روسيا اخترت الخيار التصعيدي، السيناريو ان تقوم قوات روسيه بريه بغزو اوكرانيا هذا سيظل مرهون، وبمدى او الموقف الاوكراني او التصعيد الاوكراني العسكري الاوكراني والتصعيد الغربي، هل ستدخل الغرب في يزود اوكرانيا بقوات عسكريه؟ هل سيمدها باسلحه حديثه؟ هل ستحدث حرب شامله؟ هنا روسيا تتحرك خطوه خطوه. يعني وهذا سؤالي لك دكتور احمد، لان هذا التصعيد الذي قام به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعني الناتو الآن يقول بأنه تصعيد غير أو وصفه بغير المبرر، ما هي الخطوة التي من الممكن أن يقبل عليها الناتو تحديدا من أجل وقف العملية العسكرية التي تتم الآن في أوكرانيا؟ يعني الخيار المستبعد هو أن يقوم الناتو بالتدخل بشكل مباشر في أوكرانيا، هذا خيار مستبعد. لا. أولا لأن اعتبارات قانونية واعتبارات عسكرية واعتبارات سياسية، أوكرانيا ليست عضو بالناتو، لأن أوكرانيا لو عضو بالناتو كانت وفقا للمادة الخامسة من معاهدة الحلف أن يتدخل الحلف نظام الأمن الجماعي ويدافع عن أوكرانيا، لكن أوكرانيا ليست عضو، وبالتالي الحلف لا يستطيع الدخول في أماكن غير الدول الأعضاء فيه، هذه ناحية. الناحية الأخرى لو قام الناتو بتزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة متطورة في هذه الحرب، ربما هنا سيفاقم أيضا من رد الفعل الروسي، لأن روسيا بالفعل استهدفت هذه الأسلحة، وبالتالي هنا حلف الناتو سيحاول على الأقل حشد قواته في مناطق نفوذه في دول البلطيق
التي اعضاء في الحلف في دول شرق اوكرانيا، شرق اوروبا، في بولندا، لكن سيتزال فكره الرابع لروسيا لكن دون الدخول المباشر. روسيا الان هي في مركز الاقوى من الناحيه العسكريه، موازين القوى حتى الان في صالح روسيا، الجيش الاوكراني لا يمكن ان يجابه القوى العسكريه الروسيه، وبالتالي الاعتماد على الغرب وامريكا هو العسكري سيكون يعني مكلف بالنسبه للاوكرانيين. اما الخيارات الاخرى، الخيارات الاقتصاديه من جانب الرئيس بايدن التي تعلنها اليوم في مؤتمره الصحفي او اقصى العقوبات او غيرها، في نهايه المطاف ايضا هي لن ترضع روسيا، لان روسيا الان بين امرين، اما ان تتحمل العقوبات وتكلفه العقوبات، واما تدافع عنها القومي. هي اختارت ان ما تعتبره دفاعا عنها القومي مجالها الحيوي، خاصه في منطقه شرق اوكرانيا، وترى ان هذه العمليه يعني هي لوقف هذا التمدد لحلف الناتو، حتى وان كلف هذا عقوبات شديده اقتصاديه لا وعقوبات ضخمه، لان روسيا يعني عندما دخلت هذا السيناريو فيها يعني دارست كل التداعيات وكل الافعال، وبالتالي انا في اعتقادي انها تعمل. طيب على دكتور احمد، يعني حتى الان اوكرانيا اعلنت انه تم سقوط قريتين في اقليم دونباس، الى اي مدى تستطيع اوكرانيا الصمود امام الهجمات الروسيه؟ يعني حتى لو اتكلمنا انه لسه منتظرين ايضا قرارات حلف الناتو وقرارات الغربيه. ازاي معنا يعني سقوط قريتين؟ هذا بيؤكد الفكره الاساسيه ان هدف روسيا الان الحالي من هذه العمليه في الصباح وحتى الان هي يعني يسمى تحرير او من وجهه نظر روسيا او يعني اخلاء كل شرق اوكرانيا اقليم دونباس الذي يضم الجمهوريتين التي اعلنت استقلالهما مؤخرا، اخلاؤهما من القوات الاوكرانيه. القوات الاوكرانيه التابعه للجيش الاوكراني او الجيش الاوكراني يسيطر على اكثر من 70%، وبالتالي عمليا اعلان الانفصال من وجهه نظر روسيا لا ليس غير مكتمل، طالما ان هناك من القوات الاوكرانيه يسيطر على المساحه الاكبر، وبالتالي هنا هي عمليه دقيقه تحرير او يعني دعم الانفصاليين واستعاده بعض المدن والقرى في شرق اوكرانيا، مع بالتزامن ضرب البنيه التحتيه الجيش الاوكراني في اماكن متفرقه بحيث يكون قادر على التعامل والدخول في شرق اوكرانيا، ويعني ايه ان يحسم المعركه لصالح. دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر.